مرحبا احبابي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقه تحضير البيتزا. عنا كوب حليب، بدي احط ملعقتين طعم سكر فوقهم، ملعقه اثنين، بنحط ملعقه طعم خميره، بحركهم شوي مع بعض لتتفاعل الخميره، بنرجع بنكفي العجن. هلا بتركن 5 دقايق لتتفاعل الخميرة. بعد ما تفاعلت الخميرة بهيدا الشكل، بحط نص كوب زيت نباتي. هيدا الكوب اللي عيرت فيه، هيدا الكوب عياره على كوب المقاس كوب وثلاث ارباع. رح حط 3 معالق طعام لبن. بسم الله، ملعقة، اثنين، ثلاثة. اللبن بيعطي كتير هشاشة للعجينة، بتطلع مثل القطن. رشة ملح صغيرة، حوالي ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة بيكنج باودر. إذا ملاحظين شغلي، هيدي العجينة عم بستعملها بكتير استعمالات، قد ما ناجحة وخفيفة وقطنية، كتير طيبة رائعة. وكمان عندي بهيدا الجات 3.5 أكواب طحين، الكوب اللي عيرت فيه الزيت والحليب عيرت فيه طحين. بحط طحين، خلصنا العجن. هلا بدنا نشيلها نحطها بجات. عجينة كتير كتير رائعة، بعتمدها بكل شيء، بالمناقيش، بالفطاير، بتبقى 3 أيام طرية كأنه هلا عاملينها، ما بتقسى ولا شيء أبدا. بس بالخبز هيدي، بالفطاير، لحم بعجين، كل شيء كل شيء طيبة، بالخبز ما بتنجح. هيدي الملاحظة انتبهوا لها. حط نقطة صغيرة زيت بالجات، بس لأدهن الجات عشان العجينة ما تلزق. ندهن الجات، كمان هلأ نفضي العجينة. بعد ما غطينا العجينة هلا بحطها بمطرح دافي وبتركها ساعة ترتاح لتخمر منيح. بعد الساعة بس خمرت العجينة بهيدا الشكل، هلا بدنا نكفي الطريقة مع بعض. بقسم العجينة قسمين. بسم الله، ما شاء الله خامرة اسم الله منيح. هيدي العجينة ابدا ما بتلزق.
اكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الاعلى والاسفل. بحط زيت نباتي على الصينية، صينية البيتزا، بدهنها، حطيت تحت صينيتا عشان الزيت النباتي ما ينزل عندي على المجلى. كمان بشيل العجينة بحطها على الصينية. بسم الله. نعمل صوص البيتزا مع بعض. عندي هوني بازل، حبق اخضر، بحط ملعقة طعم، ملعقة صغيرة عفوا شراب، كمان رشة ملح صغيرة، ربع ملعقة صغيرة كمون، وبحط حوالي 4 معالق طعام مي، بخلطهم مع بعض. بعطيكم الطريقة السهلة والسريعة، كتير هيدي الخلطة سريعة وسهلة. بعمل البيتزا بالشوكة، كمان بحط الخلطة اللي عملتها أنا وياكم، جبنة مازوريلا شقف ومبروشي. بنعمل البيتزا كتير رائعة، ان شاء الله بتنال اعجابكم يا رب. هلا هيدا الحرف بضغط عليه بهيدا الشكل، شفتوا كيف؟ بندورة مشروم فطر وفلايفلي. بحط البندورة أول شي، رح أعملها كتير طريقتها ناعمة وخفيفة. كمان بحط الفطر، بحط فلايفلي، بنحط الجبنة، الفرن. هيدي البيتزا بعد ما طلعت من الفرن، هيدا الشكل النهائي. لنشوف كيف طلعت مع بعض. واو، سخني نار. اذا حبيتوا ممكن هيدا الحرف تعملوه اصغر، انتو حسب الرغبة، بس انا بحب اعمل هيدي الطريقة. بسم الله. بعد كتير سخنة، واو ما شاء الله، هيدا الشكل النهائي، كتير روعة. بدنا نشوف مع بعض من الأسفل كيف طلعت. واو كتير كتير سخنة، هيدا لونها من الأسفل، وعجينة كتير طرية ورائعة. شفت العجينة شو طرية؟ كتير طرية. كمان مع هيديك البيتزا عملت هيدي البيتزا. لنشوف كمان كيف طلعت مع بعض. هيدي كتير كتير جاي سامبل طبيعية. بسم الله. هيدي السماكي، وهيدي كمان من الأسفل. عجينة كتير كتير رائعة وناجحة للبيتزا، وبتطعج، بتقعد 3 أيام بتبقى العجينة طرية.
اذا حبيتوا كمان على طول نحن بنعمل مع البيتزا بطاطا مقليه، ما ضروري بطاطا مقليه كل مره، بتغيروا بتعملوا بطاطا حلوه. البطاطا الحلوه انه تغيير، عرفتوا كيف؟ وكتير طيبه بالفرن، بنصحكم فيها تجربوها، كتير رائعه. بتمنى ان شاء الله البيتزا اللي عملتها انا وياكم تكون نالت اعجابكم، وبتمنى تعملوا شير ولايك للفيديو وتشتركوا بصفحتي للمشاهدين الجدد، وشكرا كبير كبير للي عم يدعموني بالصفحة. باي باي احباب قلبي.